نفذ العاملون في إدارة مكافحة المخدرات مداهمة أحبطت محاولة نقل كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت في مجموعها 1,000,000 حبة مخدرة. المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام ذكر أن متابعة إحدى فرق مكافحة المخدرات لنشاط أحد المشتبه بهم أدت لجمع معلومات حول قيامه بتجهيز كمية من المواد المخدرة في إحدى مناطق مدينة إربد، وباقتراب فريق المكافحة من المنزل حاول الفرار بمركبته، حيث لاحقه عدد من فريق المداهمة وتابع باقي الفريق تنفيذ المداهمة. وأضاف المركز الإعلامي أن المجموعة التي تولت ملاحقة المشتبه به أطلقت النار على إطارات المركبة وتمكنت من إلقاء القبض عليه. وبتفتيش المركبة عثر على 3 أكياس تحتوي حبوبا مخدرة، في حين نتج عن مداهمة المنزل إلقاء القبض على شخص ثان متورد في تجهيز تلك المواد، كما ضبطت أيضا داخل المنزل كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.